يسعد صباحك يسعد صباحك. دكتور، مثل ما شايفين مجموعة من الأعشاب معنا، ممكن نحكي على أهمية هاي الأعشاب وشو دورها هلأ بهالوقت؟ تمام، أول شيء يسعد صباح جميع المشاهدين. نحن اليوم حبينا اخترنا مجموعة من النباتات الحقيقة اللي كتير مستخدمة. مظبوط. نحن عم نحكي عن مثلا إكليل الجبل. إكليل الجبل واحد من النباتات المهمة جدا الحقيقة، روزمارينوس أوفيسيناليس، هو نوع من النباتات اللي يستخدم سواء كتوابل، ممكن في البيت، ممكن يستخدم كمضاف للأغذية، وله استخدامات طبية كثيرة. نعم. من أهم استخداماته أنه مضاد للأكسدة، يعني هو بيمنع تخرب الخلايا، وبالتالي ممكن نحن استخدام إكليل الجبل يساعدنا بالوقاية من حالات الشيخوخة المبكرة، بالمساعدة حتى بالجسم، بحماية الأوعية وحماية خلايا الجسم من التلف المبكر نتيجة احتواء على مركبات عديدة الفينول اللي تم اكتشاف فوائدها بهذا الخصوص. دكتور، اكليل الجبل بيقولوا مفيد للصلع وبينبت بصلة الراس ولتساقط الشعر، قديش هالمعلومة صحيحة؟ هلا هون كثير مهم سؤالك. نحن اليوم في فرق ما بين الاستخدامات الشعبية والاستخدامات المثبتة علميا. الاستخدامات الشعبية هي استخدامات جرت العادة على الاستخدام، ممكن البعض منا بالفعل أثبت فعالية خلال فترات زمنية طويلة من الاستخدام، خاصة أنه نبات قديم، ولكن الاستخدامات العلمية هي ما تم إثباته في المخابر، ومن ثم دراسته على حيوانات التجربة، ومن ثم دراسته على البشر المتطوعين ضمن دراسات سريرية ضمن بروتوكولات عالمية. نحن اليوم حقيقة في له دور بموضوع تنشيط الدوران الدموي موضعيا، لذلك يستخدم تطبيق الموضعي لإكليل الجبل، سواء زيته أو خلاصة كحولية لهذا النبات أو حتى الخلاصة المائية، بتزيد التروية الدموية الموضعية. ممكن استخدامه لذلك في علاج حالات الروماتيزم موضعيا، وممكن استخدامه أيضا للأشخاص اللي عم بيعانوا من تساقط شعر ناتج عن يعني ضعف والصلع التروية الدموية. المبكر، يعني يمكن يكون هلا الصلع الإكليل نحن عم الجبل نحكي عن جزء من أنواع الصلع اللي هو ممكن يكون مرتبط بنقص تغذية لأطراف يعني نعرف السبب بعد الشعر. أن يتوجه للعلاج. تمام، بس طيب بالنتيجة في تأثير شعبي لابد من الاهتمام فيه، لأنه هو حقيقة بيمثل موروثنا القديم بالاستخدامات اليومية المستخدم، وكثير يستخدم حتى يضاف للمتة ويضاف للعديد من المشروبات. دراسات كثيرة أنه مادة حافظة، بيمنع تخرب الخلايا، وممكن استخدامه في المستحضرات موضعيا أو داخليا اللي بتساعد على إطالة عمر الخلية، وهذا شيء كثير مهم. نعم، يعني دكتور، كل حدا فينا بالبيت عنده مجموعة معينة من الأعشاب، يمكن ما بيعرف شو أهميتها شو فائدتها. اليوم اخترت أنت مجموعة خاصة فيك، ميرمية، إكليل الجبل وغيرها. خلينا نحكي شو سبب اختيارك الأساسي لهدول النوع من الأعشاب، وكل واحدة شو بتفيد؟ طيب، كيف نقدر نستخدمها الحقيقة بطريقة هو صحيحة؟ أولا نحن بالنسبة للأعشاب، نحن الأعشاب الطبية أنواع كبيرة. نعم. طبعا مقولة أنه إذا ما نفعتنا الأعشاب ما بتضرنا، هذا الكلام ما إنه دقيق، في أعشاب لها ضرر كثير كبير. أنا اخترت مجموعة من الأعشاب الموجودة والمستخدمة والمتداولة لتوضيح الآليات الجديدة والاستخدامات العالمية، لأنه في عودة عالمية لدراسة طبعا المستحضرات الطبيعية بشكل علمي وإثباتها، واليوم جامعة دمشق وجامعات السورية تنحو هذا يعني النحو بدراسة النباتات المنتشرة في سوريا. خلينا ضربنا مثال إكليل على الجبل. إكليل الجبل، شو الآثار الجانبية لإكليل الجبل؟ هلا نحن دائما لما بنحكي عن تجاوز جرعات بيكون في عنا آثار جانبية حكما. طبعا آثار جانبية، نحن هو من قبل ما ندخل بالآثار الجانبية من استطباباته المهمة جدا أنه هو يعني بيعمل حماية للخلايا الكبدية. يعني نحن في إمكاننا نستفيد من إكليل الجبل بحماية الخلايا الكبدية، بمشاكل إنتانات طرق تنفسية العلوية، بإنتانات البولية، والأشخاص اللي بيكون في عندهم حصى ورمال بولية. طبعا هو ما بيأثر في الحصى، ولكن هو بيخفف من حالات الإنتان المرافقة كونه زيت العطر له تأثير مضاد جرثومي وأيضا مضاد فيروسي، وهذا مثبت بالدراسات الإكلينيكية. نحن بالنسبة لنا لما بنتجاوز الجرعات قد يكون هناك بعض التأثيرات السلبية. خلينا ضمن الجرعات الرسمية اللي هي متداولة يوميا، نحن اليوم عم نحكي عن 3 مرات باليوم إذا بدنا نستخدمه، واللي بيستخدم سواء أكثر بشكل شوية الآثار الجانبية كوب شاي، وكثير بيصير في عنا آثار جانبية ممكن لها علاقة بموضوع القيء، فرط يعني التشنجات المعدية، بالعكس لأنه نحن اليوم هو عادة بيخفف من التشنجات لما بنستخدمه ضمن جرعات محددة، لما بنتجاوز الجرعات ممكن يسبب لي مشاكل هضمية نتيجة وجود هذه المركبات. طبعا هو غني جدا بالمركبات الفلافونويدية والمركبات عديدات الفينول، وأيضا بالزيوت العطرية المهمة جدا، وخاصة الأنواع الموجودة بسوريا والمنتشرة فيها. طيب هلا بننتقل للميرمية. اليوم نحن عم نحكي عن نبات الحقيقة مهم جدا ومنتشر بالبيئة السورية بشكل جيد. هذا النبات الحقيقة يعتبر من النباتات الغنية جدا أيضا بالزيوت العطرية
عطرية غني بالمركبات الفعالة التي تساعد الفلافونويدات وغيرها من المركبات التي تساعد أيضا كدور مضاد للأكسدة، تساعد في قتل الجراثيم. من أهم دراسات الحديثة عليها بأنه بيخفف التوتر والاكتئاب، والأشخاص اللي بيعانوا من قلق ونرفزة وبيكون في عندهم مشاكل قد تصل إلى درجة الاكتئاب بيساعد بشكل كبير جدا في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى دوره المهم جدا في مسألة الدورة الشهرية وتنظيم الطمس، كمان مهم جدا بهذا الاتجاه، ودراسات كثيرة مثبتة عن استخدامات الميرامين. طبعا نحن عم نحكي عن الميرامين يمكن تستخدم بشكل زهورات، في مستحضرات جاهزة تحتوي على الميرامين مع مركبات أخرى. طبعا الميرامين وأكليل الجبل ممكن إضافتهم ب يعني خلطة للأشخاص اللي بدهم تنشيط للذاكرة، طلاب مثلا أو الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل العلاقة بالتركيز. طبعا فينا معهم نباتات تانية، بس النباتات السورية الموجودة نباتين مهمين جدا حقيقة لهم تأثيرات مهمة في موضوع زيادة التروية الدموية وزيادة يعني التركيز، تحسين طبعا كل ما يتعلق بموضوع الاكتئاب. الدراسات الحديثة أثبتت بأنه لها دور مهم جدا في استخداماتها، استخدامها فموي، استخدام خلاص المائية أو استخدام الزيت. طبعا استخدام فموي ممكن طحنة واستخدامها كسفوف أو استخدامها كمنقوع. يمكن ممنوع استخدامها للحامل إنه الحامل تشرب الميرامية بتؤدي إلى الإجهاد ولا لا؟ هلا نحن عمليا حسب الجرعات، بس إجمالا نحن منقول يفضل عدم تناول نباتات أثناء الحمل إلا ما من النباتات ما هو مصنف ضمن النباتات الآمنة. إنه نحن اليوم يعني نعتل هم موضوع تداخلات، حتى لو النبات بحد ذاته ممكن ما له مشكلة، ولكن تداخلاته مع الغذاء أو تداخلاته مع الأدوية كان موجوده قد يكون لها اثر يعني جانبي يؤثر على الحامل او يؤثر على الجنين. لذلك يفضل استخدام النباتات فقط الموصى باستخدامها اثناء فتره الحمل، اللي هي مرتبطه بموضوع مساله الطرق التنفسيه او انتانات الطرق البوليه. وغالبا في بعض النباتات من ضمنها مثلا البابونج اللي هي امن استخدامها ومدروسه بجرعات محدده لاستخدامها عند الحوامل. اليوم دكتور كثير من الاسئله عم تجي على الشاي الاخضر، الصبايا او الرجال بيحاولوا دائما طرق التنحيف اول كلمه بيقولوا الشاي الاخضر تمام. لكن كمان من الاقوال يلي بتنقال انه هو له مشاكل بالضغط كثرته طبعا، فقد ايه هذا الشيء ممكن يكون صحيح او قد ايه ممكن يكون له افكار مغلوطه فعلا؟ الحقيقه الشاي الاخضر مركب مهم جدا مثل ما احنا شايفين، يعني احنا اوراق الشاي الاخضر هي مستخدمه عالميا بكثره، وكثير من الدراسات التي اجريت على الشاي الاخضر لاحتوائه على مركب بنسميه EGCG اللي هو المركبات عديده الفينول. هي المركبات مضادة للأكسدة وتساعد بشكل جيد جدا على يعني استخلاب افضل للدهون في الجسم، ونحن اليوم بحاجة للوقاية من السرطان دكتور. طبعا نحن موضوع دراسات السرطان دراسات كثيرة جدا، بس نحن عم نحكي فيما يتعلق بموضوع التنحيف بحاجة ماسة لضبط موضوع مسار استخلاب السكريات والدهون. بالنتيجة نحن اليوم لما بيكون في عنا استخدام للشاي الأخضر ضمن جرعات محددة يوميا بيعطي الوقاية، بيعطي الحماية في الجسم. هلا نحن اليوم إذا عم نحكي عن الاستخدامات بين كوب وثلاثة كوب باليوم ما بصير نتجاوز الجرعات، لأنه فيه محتوى من الكافيين قد يكون له تأثير منبه، ولازم نبتعد عن فترات المساء باستخدامه. ما بصير نغليه كتير لأنه ممكن نحصل على تركيز للمواد العفصية وبالتالي يكون في عنا مشكلة. وهذا بيشترك مع باقي الأعشاب دكتور؟ تمام. لا في أعشاب ما أنا منبهة ما في عنا مشكلة نستخدمها. لا بقصد أنه عدم غلي الأعشاب. طبعا الأعشاب التي تحتوي على زيوت عطرية يجب أن تحضر بشكل منقوع. أما الأعشاب التي تحتوي على مركبات تحتاج إلى الاستخلاص مثل عرق السوس مثلا، لا نحن ممكن نعرضها لفترات استخلاص أطول. الأعشاب التي تستخدم لغايات مثلا مركبات معينة ممكن نستخدمها كمسحوق تمام، بس كثير مهم نحن طريقة الاستخدام أنه هي بتعطينا الجرعات المطلوبة. طبعا بالنسبة للشاي الأخضر بنرجع له استخدامه بالتنحيف مهم، ولكن ليس كافي. إذا مثلا الصبايا شرب مثلا بدل كوب 4 أكواب باليوم أو 5 يعني بيزيد بمسألتين الكافيين أول شيء تنبيه بيخسر الوزن بسرعة؟ لا أبدا، نحن في عنا نقطة مهمة جدا بموضوع الوزن، هذا المركب يعتمد على تحوير المسار. نحن هذا يشابه ما نسميه بفات بيرنر يعني حارقات الشحوم، اللي هو بيساعد بشكل أو بآخر بتحوير المسار الاستقلابي ليصير في عنا نحن أكسدة ويعني تحويل لهالمركبات الدهنية ونواتج استقلاب السكر لتصير يعني وقود لتستخدم في العضلات في عمليات البناء وعمليات يعني خلينا نقول الفيزيائية. يعني دكتور مثل 4 يعني قد ما زودوا نحن بين 1 ل 3 حسب يعني حالة الشخص اللي موجود، ونبتعد
بعيد عن مساء، وفي إمكانية لاستخدامه بشكل كبسول، في مستحضرات بالصيدليات بشكل كبسول مضبوطة جرعة الكافيين فيه لحتى ما يكون في عنا حالة من زيادة. ونفس النتائج دكتور الكبسول نفس طبعًا نتائج طبعاً الكبسول اللي فيها خلاصة بكون تأثيره أسرع، لأنه هذا بيكون خلاصة معايرة وبالتالي يمكن استخدامه تأثير أسرع. ولكن الشاي الأخضر إجمالاً له تأثيرات واقية حتى مثل ما قلتي من السرطان، دراسات حديثة كتير أثبتت بأنه الشاي الأخضر يمكن استخدامه للوقاية من عديد من أنواع السرطانات، وذلك يعود إلى هالمركبات اللي هي مشتقات خلينا نقول الحموض الفينولية اللي موجودة والتي تعطي نتائج مهمة جداً. اليوم صار هي تعطي أمل واعد للأشخاص المصابين، وأصبح هناك يعني كثير من الدراسات على عدة مستحضرات من ضمن أكل الجبال الشاي الأخضر، هي كلها بجمع على 100% بوجود هذه الحموض الفينولية بشكل كبير جداً. أنا أيضاً حبيت أنتقي يعني نبات آخر مهم جداً بموضوع التنحيف وآمن وجيد جداً، هو بذر الكتان. هي بذر الكتان يعتبر من النباتات التي تعطي تأثيرات يعني متآزرة في التنحيف. اولا نحن عم نحكي عن مسألة خفض الشحوم والكوليسترول، هو يعتبر من المصادر الأساسية لما نسميه مركبات أوميغا اللي هي الحموض الدسمة غير المشبعة، واللي حقيقة تعتبر مركبات مهمة جدا نحن ممكن الاستفادة منها في تخفيض كمية الكوليسترول والشحوم بالجسم وتعويضها بكوليسترول جيد بدل الكوليسترول السيء اللي ممكن يكون ناتج عن مثلا أغذيتنا السيئة اللي هي نحن عم ناخذ منها مثلا من دسم حيوانية او عم ناخذ من بعض الدسم المشبعة، فهو غني بالدسم غير المشبعة. اولا اثنين يعتبر من المركبات الملينة المهمة جدا، نحن اليوم موضوع التليين اساسي جدا بموضوع مسألة التنحيف للتخلص من خلينا نقول الطعام المهضوم، ما يبقى فترات طويلة ما يتم الاستفادة من كل هذا الطعام وما يعمل لي عسر هضم، وبالتالي هون له دور كمان مهم جدا بهذا الاتجاه. الامر الثالث المهم جدا انه هو يساعد بشكل مهم ايضا خسارة الوزن عن طريق مركبات الدهنية الموجودة فيه غير المشبعة بشكل مباشر من خلال تأثير المسار الاستقلابي وتحويله باتجاه مثل ما قلنا قبل شوي نحن انه يساعد فيما نسميه فات بيرنر، وبالتالي استخدامه يعتبر من الاستخدامات المهمة. طيب كيف يتم استخدامه للكتان؟ كيف هلا اما نستخدمه نحن بشكل مسحوق وهذا يعني مهم جدا، او ناخذ زيت بذر الكتان المعصور على البارد نتائجه اسرع طبعا من الاستخدام المسحوق. استخداماته بشكل يومي خلال اليوم مرتين او ثلاث مرات قبل الوجبات او بعد الوجبات حسب يعني الحاله. طبعا نحن اذا عم ناخذ زيت يفضل انه نحن ناخذه بعد الوجبات، اما اذا عم ناخذ بذور الكتان مثل ما هي كمسحوق ناخذها قبل الوجبات فبتناخذ الفعاليه. ممكن التآزر مع الشاي الاخضر ساعتها بشرب كوب من الشاي الاخضر داعم لاستخدام بذور الكتان رح ناخذ فعاليه سريعه وبدون اللجوء الى المركبات التي تؤثر على الدماغ. نحن هون بنقول كثير موضوع مهم فيما يتعلق بالتنحيف، الابتعاد عن المركبات التي لها تأثير مركزي على الجبهة العصبية المركزية كثير موضوع مهم. هي المركبات ليس لها تأثير طبيعية مركزي مباشرة وما فيها ضرر، هي تأثيرها محيطي مثلا وبالتالي تأثير عن طريق المعدة والأمعاء، وهذا ما يساعد بشكل كبير على التنحيف دون أن ندخل في الأثار الجانبية. نعم يعني دكتور اليوم الأعشاب الموجودة في الطبيعة كثير متنوعة وكثير كثيرة، ممكن الوحدة تحط ببالها أول شيء كذا نوع من الأعشاب، بعدين طبعا على كثرة الأنواع وكثرة الاستطبابات اللي موجودة فيها ممكن تضيع شوي. خلينا نحكي عن أهم الأعشاب اللي حضرتك بتنصح فيها لكل سيدة أو صبية أو حتى رجل على مختلف الشرائح طبعا بالنسبة للتنحيف بالذات. بالنسبة للتنحيف وبالنسبة للطاقة، يعني بدنا نتوجه اليوم للشغل بدنا نحن طاقة عالية جميل جدا هذا. فيما يتعلق بالتنشيط والطاقة نحن حكينا عن إكليل الجبال والشاي الأخضر مهمين جدا. نعم. بيعطونا طاقة وبناخذ تنبيه نتيجة وجود الكافيين موجود بالشاي الأخضر، وبنفس الوقت نأخذ كمية كبيرة من البوليفينولات اللي هي مهمة جدا للتنشيط العام والاستفادة من هذا الموضوع بابتعاد عن طبعا المركبات خليني أقول المهدئات خلال اليوم. نحن بنستخدم بالعكس المركبات اللي لها تأثير منشط ومنبه. أما فيما يتعلق بمسألة التنحيف فنحن اليوم كتير لازم نتوجه للحالة حسب نوع الحالات اللي نحن عندنا. أولا نحن الابتعاد عن المركبات اللي سريع التأثير بزيادة الوزن، خلينا نقول مركبات السكريات البسيطة، ممكن نحن نعتمد على السكريات اللي هي معقدة والسكريات الطبيعية فهي رح تكون أكثر فائدة من السكريات البسيطة. الاهتمام خلينا نقول بذور الكتان، زيت بذر الكتان أو بذر الكتان والشاي الأخضر، هذول اثنين من المركبات اللي ممكن استخدامهم بشكل جيد ويعطونا نتيجة سريعة، والابتعاد عن المركبات اللي هضمها صعب.
ودائما يعني نحن ما نبتعد عن مركبات القشور، كمان بدنا الياف، نحن بحاجه الى وارد من الياف. لذلك مثلا الخبز لازم نستبدله بخبز كامل اللي هو قمحه كامله، حتى المركبات خلينا نقول الرز وغيره، المركبات اللي فيها قشوره افضل من المركبات اللي بتكون هي مقشوره ولا تحتوي على الالياف المفيده. دكتور، معنا الزعفران، شو الاستفاده من الزعفران، فوائده، وشو الطريقه اللي ممكن نستخدمها لحد ما الانسان ياخذ الاستفاده المطلوبه منه؟ حقيقة هذا نبات مثل الذهب، يعني هو سعره غالي كثير ويباع بالجرامات. يعني بالجرامات. انا الحقيقه اخترت اليوم الزعفران لسبب واحد، انه هو نبات عاده بيقولوا انه ما بينمو بسوريا. هذا الزعفران جاي من منطقه اسمها ربله بسوريا، الحدود السوريه اللبنانيه، وبالتالي نجح زراعه الزعفران بسوريا، ومن خلال التحاليل اثبت انه يعني انواع جيده جدا، والتي يعني تضاهي الانواع الاخرى المنتشره في الاسواق سواء الايراني او غيره من المركبات. نحن اليوم بالنسبه للزعفران الحقيقه نبات له الكثير من الاستطبابات، من اهم استطباباته انه هو مضاد للاكتئاب، في دراسات كثير عليه. اليوم كل السوريين لازم ياخذوا منه. نحن اليوم الحقيقه الزعفران نبات مهم جدا، وله يعني له شهره عالميه، حتى عم يشتغلوا على دراسات جديده، هو بانه محسن للخصوبه وزياده ايضا النشاط، خلينا نقول القدره الجسديه والجنسيه، من خلال دراسات كثيره على هذا النبات، بالاضافه الى دوره المهم جدا. طبعا هو يستخدم في عند البعض كنوع من التوابل نتيجه اللون والهذا، تمام. نحن بنقول بهذا المركب مركب واعد، يحتوي على العديد من المركبات الفعاله اللي ممكن الاستفاده منها، كايضا مضاد للاكسده وقاتل للجراثيم وقادر على خلينا نقول حمايه الخلايا من التلف، وهي دراسات حديثه جدا عن استخدام ما نسميه سافرون او زعفران، واللي محافظ على اسمه الانجليزي من الاصول العربيه، وبالتالي هو نبات اساسا وجد في المنطقه العربيه والان نجحت زراعته في سوريا. يعني دكتور، اليوم كثير من العادات يمكن الخاطئه يلي الناس بتلجأ لها، مثل حكينا مثال بسيط عن غلي بعض الاعشاب يلي ما بتحتاج غلي، خلينا نعرف من حضرتك اكثر شو هي العادات الخاطئه لازم نبتعد عنها لحتى فعلا نحصل على خلاصه فوائد هي الاعشاب. سؤال مهم الحقيقه. نحن في عندنا مشكله من العادات الخاطئه المنتشره، استخدام الملينات للتنحيف. يعني اليوم بيستخدموا الملينات مثل السنمكي والعشرق للتنحيف، ونحن خلال حسب دراسه ميدانيه لاحظنا بانه العديد من السيدات بيستخدموهم بشكل كبير جدا، سواء من مصادر العطارين او من خلال استخدامه كادويه او شرائه بشكل مباشر. الحقيقه نحن هذا خطر جدا، لانه نحن اليوم السنمكي يحتوي على مركبات الانتراكينونات اللي هي بتزيد ملينه، ولكن عن طريق زياده الحركه الحويه للامعاء، قد تسبب كسل معوي وتسبب خساره للكثير من الشوارد. لذلك ليس الهدف هو وإنما هو نتيجة تحصل عن استخدام هذه المركبات، ممكن الاستعاضة عنهم ببعض المركبات مثل الختمية، الخبازة اللي فيها مواد لعابية، الكتان اللي بتساعدنا على التليين دون التأثير المباشر على حركة الأمعاء. لذلك هي واحدة من العادات الخاطئة اللي ممكن تكون مستخدمة. بدي أحكي عن نبات مهم جدا اللي هو فول الصويا. حقيقة فول الصويا هو نبات نسائي بامتياز، يحتوي على فوائد من البشرة وأكثر من كثير جدا، سواء نحن اليوم فيه فوسفولبيدات اللي هي مركبات دسمة فوسفورية مهمة جدا، ويحتوي ايضا نحن نعرف على الليستين الصويا، هناك البعض يصنع ما نسميه حليب الصويا اللي هو التوفو، وايضا هناك استخدامات لمركبات اللي نحن نسميها خلاصه الصويا في عند السيدات اللي عم بيصير عندهم قطاع طمس، ما نسميه متلازمه سن الحكمه مينوبوزال سيندروم، فهو حقيقه مصدر استروجيني مهم، يحتوي على مركبات شبيهه بهرمون الاستروجين، لذلك استخداماته ضمن جرعات محدده له فوائد كثيره، حتى في الوقايه من بعض انواع السرطانات حقيقه عم يعطي نتيجه مهمه، ضمن طبعا نرجع نقول مكرر ضمن جرعات محدده ما نتجاوزها. نحن فينا ناخذه بشكل مثل ما هو، نحن يعني اذا كان مملح بكميات قليله من الملح، وممكن ان ناخذ مسحوقه، وممكن ناخذ مستحضرات متوفره في الصيدليات اللي هي تحتوي على فول الصويا. فول الصويا هو من المركبات الحقيقه غنيه بالبروتينات، وبالتالي تعتبر مصدر بروتيني مهم للاشخاص النباتيين اللي هم يعني بهمهم يستعاضوا عن البروتينات الحيوانيه، بالاضافه الى تاثيراته المضاده للاكسده، لانه بيحتوي على مركبات عديدات فينول كثيره، وبالتالي يمكن الاستفاده منه بموضوع وقف تخرب الخلايا، وما نسميه يعني تقليل التاثيرات الجذور الحره. الجذور الحره هي مركبات عدو الإنسان، مركبات نشطة، ولكن هي تؤثر على الخلايا وحيوية الخلايا، وتستطيع أن تخرب هذه الخلايا، وهذا مقدم لحدوث العديد من الاضطرابات التي قد تكون استقلابية أيضا. طبعا هناك
هناك دراسات على موضوع استخدام خلينا نقول اكليل الجبل والكتان وايضا الميراميه والصويا للاشخاص السكريين من النمط الثاني، يساعد بشكل او باخر على ضبط كميه السكر وبالتالي يؤازر السكريين، وخاصه موضوع السكري بدا ينتشر بشكل كبير وخاصه من النمط الثاني الناتج عن الاستهلاك السيء للسكريات الذي يسبب فيما بعد مقاومه الانسولين. لذلك في دراسات على استخدام الزعفران ايضا على تقليل المقاومه المحيطيه للانسولين، وبالتالي يساعد على كفاءه اعلى للانسولين الموجود المحضر ضمن الجسم في تخفيض نسبه السكر، وبالتالي هناك دراسات واعده بهذا الاتجاه. نحن اليوم خليني اقول هالنباتات كلياتها كثيره، كلها فيها فوائد كثير كبيره، نستخدمها كلياتها دفعه واحده، لازم نحن نحدد بالضبط شو حاجتنا ويتم استخدامها، بس نعتمد بشكل رئيسي هذه المركبات اكثر امانا من استخدام المركبات الكيميائيه بدون حاجه. مركب كيميائي الدواء في وقت حاجته بوصف الطبيب مهم جدا، اما خارج هذا الموضوع في فترات الوقايه او منع حدوث المرض يجب اللجوء الى النباتات الطبيه، والتي قد تكون في بعض الامراض مثل الروماتيزم ذكرنا مثلا اكليل الجبل والزعفران لها دور مهم جدا، فممكن تكون داعم في المعالجه. في السكري بنرجع بنذكر انه احنا ذكرنا الكتان واكليل الجبل والميراميه والزعفران ايضا بالسكري، وبالتالي حكينا عن الكآبه كمان وتحسين المزاج وبالاضافه التليين الامساك المسائل الخاصة باستخدام الشاي الأخضر كمنبه ومنشط عام ومضاد للأكسدة والوقاية من السرطان. صرنا نسمع بالفترات الأخيرة كثير من حالات الإصابة بالسرطان، ما هو الحل؟ ننتظر حتى يتم الإصابة لا سمح الله ومن ثم ننتجه إلى العلاج؟ في أعشاب مختصة بمرض سرطان واحد، في وحدة في أعشاب لأكثر للعديد من أمراض السرطان مثل سرطان الكولون والرئتين. نحن من الميزة في المركبات عديدات الفينول بأنه لها دور لطيف واسع في الوقاية، طبعا دراسات التي تم يعني إثباتها على أكليل الجبل على سبيل المثال بأنه يساعد بالوقاية من سرطان البروستات، يساعد في الوقاية من سرطان الثدي، له دور مهم جدا بالكارسينوما اللي بتصير بالكولون في البول الصويا لسرطان الثدي كمان للوقاية. هاي المركبات كلياتها تم دراستها وإثبات مفعولة خلينا نقول في الزجاج، والآن تتم دراستها في سريريا للوصول إلى صيغ، طبعا خلال دراسات السريرية يمكن نحن الوصول إلى أدوية أصلا نباتي، وبدي اضرب مثال عليه بكندا مثلا نبات التقصوص عبر العصور استخدم في الوقايه من السرطان. اتت شركات الدواء والجامعات المختصه قامت بدراسه مركب هو التاكسول واخرجوه من هذا النبات، لذلك نحن نتامل بالمستقبل ان يكون هناك دواء من النباتات الطبيه السوريه في يساعد فيها على معالجه السرطان، وخاصه ان كثير من الهيئات حاليا تعمل على دراسه هذا الموضوع، لان موضوع السرطان هو موضوع يعني حيوي ومنتشر بكثره، يجب الانتباه الى سلوكنا الغذائي، والنباتات ستكون داعم اساسي في هذا الاتجاه من خلال استخدامها كبديل عن خلينا نقول المشروبات الغازيه او المشروبات الاخرى التي لا يعني ممكن ما يكون لها فائده النباتات الطبيه في الدعم. نتشكرك كثير دكتور شادي على المعلومات القيمة. أكيد سواد، اليوم نحن كسيدات كتير استفدنا من كتير من النصائح، نتمنى كمان يكونوا كل اللي تابعونا قدروا يستفيدوا يبتعدوا شوي عن اللي بيتم تداوله كلياته أخطاء وبتسبب كمان مشاكل للجسم كتير كبيرة مثل ما نوهت حضرتك دكتور. بدي أتشكر وجودك معنا، شكرا لكم، نتمنى دائما تكون ضيفنا بهذا البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا شكرا للجميع، وإن شاء الله يا رب دائما نحن نستفاد من خيرات بلادنا الخضراء. شكرا لك دكتور.